أما هلأ نرمين رح نروح لتاني محطاتنا، ومحطتنا اليوم الطبية رح نحكي فيها عن مشكلة بيعاني منها كثير من الأطفال حديثي الولادة، وهي إفرازات قرحية بعيونهم إضافة للتدمع. هاي الظاهرة الشائعة جدا ممكن تنجم عنها انسداد القناة الدمعية عند الأطفال. شو هو انسداد القناة الدمعية وشو أسبابه وطرق علاجه؟ كل هالتفاصيل رح يطلعنا عليها ضيفنا لليوم بالاستوديو الدكتور جهاد نويلاتي، اختصاصي بالأمراض العين وجراحة. يسعد صباحك، اهلا وسهلا. يسعد صباحك، يسعد صباحكم ان شاء الله، يسعد وصباح المشاهدين. اهلا دكتور وسهلا، دكتور اهلا وسهلا فيك. أهلا. بدايه خلينا نتعرف من حضرتك كيف بيتم تصريف الدموع عبر القناه الدمعيه عند الاطفال حديثي الولاده. تمام، هلا اول قبل ما نفوت للموضوع الانسداد خلينا نحكي على الملحقات العينيه اللي هي بتبلش ب غدة دمعية تفرز الدمع، بترطب سطح القرنية. طبعا في عندي غدة دمعية أساسية وغدة دمعية مساعدة، بتفرز الإفرازات الدمعية، بترطب سطح العين وبتتجمع بالزاوية الداخلية بين العين والأنف. هذا التجمع في مكان يسمى البحيرة الدمعية، من هون ببلش شيء اسمه الجهاز المفرغ للدمع، مجرى الدمع. يعني ببلش من النقاط الدمعية بالجفن العلوي وبالجفن السفلي، بيلتقوا بكيس الدمع. في عندي كيس بنسميه كيس الدمع، بتجمع فيه الدمع، وبيبلش من كيس الدمع باتجاه القناة الأنفية الدمعية للقسم السفلي الخارجي من الأنف تحت الصماخ السفلي. هذا هو تشريح المجرى الدمع. يعني هلا مجرى الدمع أول شيء حتى يتصرف الدمع بدي يكون هذا كلياته سالك مشان ينزل الدمعة بعد ما تنزل من الغدة الدمعية باتجاه سطح العين للجهاز المفرغ للدمع لتنزل للأنف. بهي الطريقة بهي الآلية بتترطب العين وبينزل الدمع بدون ما يصير فائض بالدمع وبينزل لخارج العين. هي الآلية الطبيعية اللي الله خلقها. هلأ أي خلل بالجهاز المفرغ للدمع من البحيرة الدمعية للعضلات يلي بتسحب الدمع باتجاه كيس الدمع من الكيس الدمع باتجاه القناة الأنفية الدمعية، أي انسداد هون رح يسبب لي مشكلة بتصريف الدمع وبالتالي الدموع. هلأ الأشيع سبب اللي منلاحظه بنسبة عالية هو انسدادات الدمع عند الأطفال. هلأ وين مكان الخلل بيكون عند الأطفال؟ أثناء تطور الحياة الجنينية بيتطور وبينضج الجهاز المفرغ للدمع. هلأ بآخر القناة الأنفية الدمعية باتجاه الأنف في اسمه صمام أو غشاء هاسنر فالف. هذا بيكون المفروض وقت بيولد الولد يكون مفتوح، هو عبارة عن دسام غشائي بيكون مفتوح. هل أحيانا ببعض الحالات بنسبة شائعة عند الأطفال بيضل هذا الغشاء مسكر بآخر القناة الأنفية الدمعية، فبالتالي بيلاحظوا الأهل أول ما ولد الولد أنه عينه دائما عم تدمع. شو السبب؟ السبب بيكون الدمع بيوصل للبحيرة الدمعية، بينزل بيلاقي الغشاء مسكر، فبيصير ركودة دمعية على بطول الجهاز المفرغ للدمع من دسام هاسنر القناة الأنفية الدمعية لكيس الدمع، وهي الركودة بتحرض على التهابات. فبتلاحظ الأم أنه العين مثلا دائما عم تدمع، والركودة بتأهب لحدوث التهابات، دائما في إفرازات، دائما في التهابات، دائما في الولد تلاقي عينه ملزقة، بتكون مفرزات تمام، بتكون مفرزات ملزقين. السبب هو أنه الدمع ما عم يمشي باتجاه الأنف. السبب أنه يكون هاسنر فالف نهاية القناة الأنفية الدمعية مسكرة بهذا الغشاء لأنه أثناء الحياة الجنينية ما فتح هذا الغشاء. هذا من الأسباب الشائعة جدا. هلأ رح نفوت مثل ما حكينا عن الأعراض، هي دموع مستمر طول النهار ومفرزات. هلأ بتعطي يعني بتجي لعند الطبيب يعطوه قطرة، أو حتى بمجرد ما طلع الولد من المشفى دائما طبيب الأطفال عادة بيعطي قطرة مضاد التهاب. هلأ بتستعمل الأم هالقطرة، هلأ بينضفوا المفرزات الالتهابية لأنه قطرة التهاب بتنظف المفرزات الالتهابية، بس بتقلك أنه راح المفرزات، راح التلزيق الصباحي بس، وإنما الدمعة ما راحت. أنه الولد طول النهار عينه مثلا عين تلاقي طبيعية مثلا عادة بيكون بعين واحدة، والعين الثانية دائما عم تشر الدمعة من برا. هلأ الدمعة وقت بتشر من الطرف الخارجي للعين ممكن تعمل تحسس بالجفن، ممكن الولد يحكها. هلأ اضطراب النظر الحادث منها بصراحة غير مذكور، يعني ما بتوصل لهالمراحل. هلأ نحن وقت بيجيني أنا الطفل بهالأعراض من البداية، هلأ طبعا نعطيه قطرة التهاب، بس أنا بدي آلية ميكانيكية لأني أنا أفتح هذا الانسداد الحادث بآخر القناة الأنفية الدمعية. هلأ العلاج الأساسي للانسداد هون هو عبارة عن مساجات. المساج أنا بدي حط إصبعتي هون بين العين والأنف عند كيس الدمع تمام، أعمل ضغط إيجابي قوي وانزل لتحت
يعني انا بحيث عم بعمل ضغط ايجابي جوا كيس الدمع وانزل فيه لتحت بحيث انه هالدفقه اللي بتصير من الدمعه ممكن تفتح الغشاء هاسنر اللي هو المفروض يفتح سنر حياه جنينيه وانما هو مسكر بقسم غشائي. هلا بنعطي الولد فرصه اول شهر وثاني شهر وثالث شهر ورابع شهر على المساجات والاطراط حسب حالات الالتهابات. هلا من بعمر 7 شهور وقت بلاقي انه المساجات ما ادت لنجاح كامل في فتح هالمجرى، هون بقى بيصير في تدخل جراحي. هلا بصراحه ما بقدر اسميه تدخل جراحي لانه هو اجراء بسيط، هو عباره عن سبر مجرى الدمع بروبينج، يعني العمليه هي كلها انه انا بفوت بموسع للنقطه الدمعيه، تمام، بوسع النقطه الدمعيه وفوت بمسبار يعني بدون شق جراحي بالمجرى الطبيعي تماما والنقطه الدمعيه لكيس الدمع بوصل باتجاه مثل التنظير، شيء بيشبه يعني التنظير. مثل التنظير رح نقوله عباره عن مسبار يلي هو دليل معدني كليل راسه ما له حد، يعني بفوت مجرى الدمع وباخذ انا شكل المجرى الدمع الطبيعي، بفوت اول شيء بشكل افقي بعدين بنزل بشكل عمودي باتجاه الانف لحس بالغشاء انه فتح. فبهالحاله يعني اجراء بسيط وسهل. هلا طبعا يفضل اجراءه تحت تخدير، مو تخدير عام، هو التركين للطفل وعباره عن تنيم للطفل لانه بتعرفي الولد 7 شهور هو ولد ما له يعني متعاون وفيه شويه الم، فنحن بنفضل اجراءه تحت التخدير العام اللي هو تنيم عباره عن 3 دقائق، يعني بيجي طبيب التخدير بيعطيه بعض المواد التخديريه الخفيفه بيكون الولد نام باثناء هالفتره هي انه انا بفتح مجرى الدمع، وعاده نسبه النجاح بيكون في اكثر من 90%. هلا رح نكمل بالعلاجات مثل ما اتفقنا، اول شيء عباره عن اطراط التهاب مساجات اول شهر وثاني شهر وثالث شهر لل7 شهور، في بعض دراسات لك من شهور او للسنه، بس اكيد حكما ما لازم استنى عليه فوق السنه لانه بعد السنه ممكن هذا الغشاء يتصلب ما عاد اقدر افتحه وممكن نسبه النكس عاليه. فاول ما قرر انه انا بدي فوت افتح مجرى الدمع عن طريق السبر بسبور بفتح مجرى الدمع، 90% من الحالات رح يحدث تحسن، لفي بعض الحالات 10% ممكن هذا السبر بحاجه الى اعاده، تمام. فبساوي اول مره وبراقبه اسبوعين، اذا لقيت لسه في عندي مفرزات تدميع اثناء النهار طبعا الام بتقلي هالشيء انه والله تحسنت نسبه كامله صارت مثل الثانيه لسه في شويه دمع، ممكن اعادته هذا السبر بعد اسبوعين. هلا لا سمح الله في حالات لسه اصعب بتكون في الانسداد الغشائي سميك كثير، هو انسداد عظمي، هلا بهالحاله بعد سبر مرتين وبيكون فاشل كمان في عندي اجراء، كمان اجراء ماله صعب، هو اجراء زرع انبوب، يعني انه انا بدي فوت بالمسبر وافتح مجرى الدمع وحط مكاني انبوب. هلا بصراحه في دراسات جديده كثير عم مخترعين انبوب بحيث انه انا حطه من اول مره مشان ما اعود واعمل تداخل مره ثانيه للطفل. هلا في بنفس المسبار في انابيب سيليكون موجوده ضمن هذا المسبار بحيث انه انا من اول فتحه فتحته فتت بالمسبار وتركت الانبوب، بتركه اسبوعين وبرد بسحبه. كمان هذا من يعني الشركات اللي بتنتج المنتجات الطبيه طورت هالامور هي طبعا مشان تخفف احتماليه التداخلات الجراحيه للاطفال اللاحقه، لانه نحن البروتوكول المتبع انه بيصبروا اول مره 90% بيمشي الحال، اذا ما مشي الحال ممكن اعيده، لا سمح الله ما مشي الحال بدي فوت انابيب، يعني زرع انبوب بتركه 6 شهور بعدين بقيمه. كل هالتداخلات الجراحيه ما لقى تاثير ضار وما في عندي شق جراحي انه بيخافوا منه الاهل انه والله عملت عمليه وفتحت لهم، لا لا لا، هي عباره مثل التنظير انه انا بفوت من النقطه الدمعيه من دون اي شق جراحي، من دون ما يعني من دون خروج دم، انه انا ما عم لامس سطح دم لانه ضمن المجرى الطبيعي، تمام. هي بالنسبه اللي حكيناها كلياتها. طبعا في حالات ثانيه من انسدادات مجرى الدمع بتصير باي عمر سببها انسداد القناه الدمعيه او حتى شلل العضلات اللي بتسحب الدمعه باتجاه كيس الدمع. نعم دكتور، رح نستمر بحديثنا وحضرتك ما شاء الله يعني حكيت كثير كل التفاصيل، يمكن حتى في اسئله ببالنا لسه ما حكيناها انت جاوبت عليها. خليني بس ادخل بتفصيل صغير، ارجع قلت انه بالحاله الطبيعيه الطفل ممكن يقعد فتره يدمع عيونه وهي حاله ممكن تكون شبه خليني اقول طبيعيه، قديش ممكن الفتره الطبيعيه اللي انا براقب فيها الدمع؟ تمام. يعني انا اليوم الطفل ولد وقلت هي ممكن يكون عند الولاده تظهر هي مشكله انسداد القناه الدمعيه، طيب امتى بقول انه لا هون في شيء مو طبيعي وانا لازم اروح؟ قديش بعطي فتره مراقبه مشان الكل يلي عم بيتابع؟ غالبا هذا سؤال الام بالذات. هلا مثل ما قلت لك يعني نحن العرف المتبع عنا بالبلد انه اي طبيب اطفال بعد ما بيفحص الطفل بمجرد ولادته
طبعا في ادويه بيعطوا اياها، ومن ضمنهم هو قطرة عينيه، هي عباره عن تبرومايسين، قطرة مضاد للتهاب. ما بيشوف لسه اول ما بيولد، خاصه لا اثناء الولاده بالطريق الطبيعي. بتعرفي الطريق الطبيعي ممكن يكون في فلورا جرثوميه طبيعيه ممكن ياخذها الولد من اثناء ولادته الطبيعيه من الام اثناء الولاده الطبيعيه. فبشكل طبيعي نحن الولد وقت بيولد بيحطوا قطره التهاب بعينه بكل الحاضنات بكل مشافي الاطفال. فبس هلا والعرف المتبع انه بعد ما بيطلع الولد على البيت بيعطوه قطره مضاد التهاب للولد، الا للام استعمليها 4-5 ايام اسبوع. الهدف منها تنظيف سطح الملتحمه من اي جراثيم اخذها اثناء الولاده. هلا الام رح تاخذ هي القطره وبتقطر له منها 4 مرات باليوم 4-5 ايام، بالغالب انه خلص يومين ثلاثه وبتلاقي عينه طبيعيه وصار بياض العين صافي وما في اي مشكله، فبتتركه. هلا بالحالات اللي بيكون فيها انسداد مجرى دمع تستعمل الام القطره، بينضفوا الالتهابات مثل ما قلت لك، قطره مضاده للالتهاب تنظف كل شيء، مفرزات التهابيه ممكن تكون صباحيه ملزقه او حتى احمرار بالملتحمه. هلا اذا وقفت القطره هي يعني بتلاحظ انه المفرزات راحت بس الدمعه ضلت، يعني عم تقعد مع ابنها مثلا بتطلع عليه بتلاقي مثلا عينه دائما الدمع بيشر من القسم الخارجي للعين، المفروض الدمعه توصل لهون وتنزل باتجاه الانف، فبتلاحظ انه الدمعه شرت من برا، فبتحس غالبا انه عيونه عم يدمعوا. هلا بتراقبوا اول فتره بجوز ترد تعد له القطره، بتخبر طبيب الاطفال بترد تعد له القطره، فبيقول له طبيب الاطفال رد يعيدي له القطره، كمان اسبوع ثاني بتلاحظ انه الدمعه ما راحت. هلا هون بقى بدنا نشك بانسداد مجرى الدمع. هلا انا وقت بيجيني بتحول لي كطبيب للعيون بدي اشوف في انسداد مجرى الدمع ولا لا. هلا الاختبار اللي انا بساويه يعني قدام الام هو ببين لها انه مسدود، هو الاختبار اللي شو انا بساويه يعني بالعياده وقت بشوف الولد مسكر ولا لا. انا بصراحه مثل ما اتفقنا انه من النقطه الدمعيه باتجاه كيس الدمع، كيس الدمع بده ينزل باتجاه القناه الانفيه الدمعيه للانف. هلا انا وقت بيكون في انسداد تحت بيكون القناه كلها معباية والكيس منتبج، فانا وقت بيجي بحط اصبعتي هون بالزاويه وبضغط بلاقي المفرزات الدمعيه طلعت لبرا العين بدل ما تنزل باتجاه الانف. فهون انا بتاكد انه هون في عندي انسداد او تضيق بالقناه الانفيه الدمعيه. هون بنبلش العلاج تبعنا اللي هو عباره عن مساجات يوميه، تمام، بشكل ما حقلك عنيف بس بشكل انه انا عم بضغط على الانف، يعني برد بنبه باتجاه للاهل انه انا وقت عم حط اصبعتي على الكيس الدمعي هون ما لي عم بضغط على العين، مو هيك المساج ولا هيك، هو عباره عن زاوية الأنف عند كيس الدمع وبنزل لتحت. الهدف من كيس الدمع في مجمع الدمع، فأنا بدي أعطي ضغط إيجابي فيه باتجاه الأنف، هالدفقة هالموجة اللي بدها تجي من الدمع ممكن تفتح دسام هاسنر. مثل ما قلت لك يعني المساجات والقطرات بضل بحاول فيها لعمر 6 شهور أو 7 شهور، إذا لقيت فشلت فبدي انتقل للخيار الثاني هو الخيار السبر مجرى الدمع. نعم اللي حكينا عنه، يعني معلومات مفصلة وجدا مفيدة وبنتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لك دكتور جهاد على وجودك وعلى كل المعلومات. أهلا وسهلا وشكرا لكم، صباح الخير. شكرا كثير لك دكتور ولكل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها.